السلام عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في قناه اتولي تيما. واليوم كيف ما كتشوفوا الوصفه ديالنا كيك ديال الشوكولا، تيجي بنين ولذيذ وسورتو عامر 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 شوكولا. كنتمنى هذه الوصفه انها تعجبكم، وكنتمنى انكم تبقاو حتى لاخر الفيديو. ديروا لايك، ديروا تعليق، وديروا ابوني الا ما كنتوش دايرينها، ولا كانت هذه اول مره كتزوروا القناه مرحبا بكم معنا. ودابا ندوزوا المقادير والطريقه. غادي نحتاجو جوج بيضات، خمسة ديال الملاعق كبار ديال السكر سنيدة ما يعادل 100 غرام. غادي نحتاجو 50 مليليتر ديال الزيت ما يعادل كذلك خمسة ملاعق ديال الخمسة ديال الملاعق، خمسة ديال الملاعق ديال الحليب ما يعادل 70 غرام. غادي نحتاجو كذلك واحد خمسة ديال الملاعق كبار ديال الدقيق ديال الحلوى ما يعادل 100 غرام، 30 غرام أولا ثلاثة ديال الساشيات ديال الكاكاو. غادي نحتاجو خميرة ديال الحلوى، وبطبيعة الحال قبصة ديال الملح والفانيلي اللي نسيت ما ذكرتهم. نبداو دابا على بركة الله. دابا كيف ما كتشوفوا اول حاجة بدينا بها هي دهنا المول ديالنا. دابا غادي نرشو عليه شوية ديال الدقيق وغادي نخليوه على جانب، ومن بعد غادي نديرو البيض هو الاول باش غنبداو. بطبيعة الحال غادي نطربوه مع قبصة ديال الملح وغادي نخليوه يطلع مزيان ونزيدو معاه السكر. دابا غادي نزيد الفاني وغادي نكمل التخلاط ديالي. ودابا كيف ما كتشوفوا من بعد ما ولا لنا الخليط ديالنا ابيض وتضاعف الحجم ديالو، دابا غادي نزيدو الحليب وغادي نخلطو واحد شويه. دابا من بعد ما درنا الزيت ديالنا وخلطناه، غادي نغربلو الدقيق ديالنا والكاكاو ديالنا وحتى الخميره ديال الحلوى حتى هي كذلك. ودابا غادي نخدم غير بالباتور اليدوي اولا الفوي، وغادي نحاول نخلط غير بشويه باش ما تفش لينا البيض اللي طلعناه. كيف ما كنعرفوا اهم مرحله في الكيك هي داك البيض نطلعوه مزيان. كيف ما كتشوفوا راه كنخلط غير بشويه، ومن الاحسن في هذه المرحله انكم تاخذوا الفوي اولا الطراب اليدوي احسن من الكهربائي. وغادي نستمر على هذا الشكل. ودابا كيف ما كتشوفوا من بعد ما وجد لنا الخليط ديالنا، دابا غادي نخويه في المول. وكيف ما كتشوفوا راه الخليط كيجي خفيف بزاف وما تيجيش كثير. مع طبيعه الحال باقي غنديروا الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه، ما خاصش الطبقه الاولى ديال الكيك تجي كثيره بزاف وتجي عريضه بزاف على هذا الشكل. دابا غادي نحاول نسرحها شي شويه في المول. ودابا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خويناها في المول ديالنا، غادي نحطوها في الفران على درجه حراره 170 حتى 180 لمده 10 دقائق. من بعد 10 دقائق غادي نخرجوها، غادي نختبروها نشوفوها واش طابت، داك الاختبار ديال الموس اولا الكوردون اولا اللي عندكم، وغادي نشوفوها واش طابت ومن بعد ندوزو للمرحله الثانيه. دابا غادي ندوزو باش نسقيو الكيكه ديالنا من بعد ما خرجناها. انا الكيك خدا ليا واحد 15 دقيقه من التحت وواحد 5 دقائق شعلت عليه من الفوق، في المجموع خدا ليا واحد 20 دقيقه بحال هكاك. وغادي نخويو كاس ديال الحليب على القهوه سريعه الذوبان وغادي نخلطو هادشي. الحليب يكون بارد وغادي نخلطو هادشي هكذا، وهذا هو الخليط باش غادي نسقيو الكيك ديالنا باش يجي فيه مذاق ديال القهوه. حنا كيف ما كنعرفو مذاق ديال القهوه والشوكولا كيتمشاو بواحد الطريقه روعه. كيف ما كتشوفوا دابا من بعد ما خلطت الحليب ديالي مع القهوه غادي نجيب الكيك ديالي. دابا غادي ناخد هكا عود وغادي نحاول نثقب الكيكه مزيان كيف ما كتعرفوا باش يدخل ليها السقي ديالنا. غادي نحتاجو في الطبقه الثانيه او المرحله الثانيه نسيطرو ديال الحليب، نصف لتر الحليب. غادي نحتاجو سكر سنيده كاس الا ربع ديال سنيده اللي هي 120 غرام. غادي نحتاجو 50 غرام ديال النشا اولا مايزينا اللي ما يعادل واحد 3 معالق كبار، كاس ديال دانيت. غادي نحتاجو سكر فانيلا، غادي نحتاجو واحد 60 غرام ديال الشوكولات، وغادي نحتاجو واحد جوج المعالق صغار ديال الزبده. نبداو دابا على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هي الحليب. غادي نخبيو الحليب ديالنا في كاسرونه، غادي نزيدو عليه النشا
وغادي نزيدو عليه السكر فاني اللي تقدروا تعوضوه بالنكهه ديال الفاني السائله الا عندكم. دابا غادي نخلط هادشي مزيان حتى يتحيد ليا دوك الكويرات اللي كيتكونوا بالنشا. راه هاد لاكريم كتجي بسيطه بسيطه بزاف، واخا تشوفوا بزاف ديال المكونات فيها ولكن المكونات في المتناول، كتجي بنينه ولذيذه وحتى كتجي رطبه بواحد الطريقه. دابا تشوفوها معنا من بعد. دابا كيف ما كتشوفوا خلطت الحليب مزيان مع مايزينا والسكر فاني، وغادي نحطو دابا على جنب وغادي ناخذ كاسرونه اخرى فاش غادي نحط السكر ديالي وغادي نشعل عليه حتى يولي كراميل. كيف ما كتشوفوا دابا شعلت على السكر ديالي باش يتكراميلزا واحد شويه. الوصفه ديال الكراميل ديجا درناها في القناه، غادي نخليها لكم في الرابط لتحت في صندوق الوصف. ما غاديش نحركوه حاليا، غادي نتسناو حتى يبدا تكون واحد شويه ديال الماء سائل في الجناب، وابخي ملي تنحركو ويولي كراميليزي. وكيف ما كتشوفوا معايا دابا من بعد ما تكراميليزا لينا السكر، غادي نزيد معاه الزبده وغادي نحرك على هذا الشكل هذا حتى تذوب لينا الزبده ديالنا، وكنحركو بسرعه واحد شويه ما كنخليوش بهذا الشكل هذا. دابا من بعد ما حركت هذا الشيء هكذا مزيان، غادي نزيد هذا المباقي ديالي ديال دانيت، وبطبيعه الحال نكمل في التحرك وغادي نستمر بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وهذه طريقه جديده باش اننا نديرو ديك لاكريم، وتجي صراحه بنينه سورتو محبي الشوكولاته. صافي من بعد دابا ما خلطت هادشي هكذا مزيان، غادي دابا نحطو على جنب. دابا حطينا الخليط ديالنا ديال دانيت والكراميل على جنب، وخدينا الكاسرول الاخرى اللي فيها الحليب والنشا، غادي نخلطو شي شويه هكذا غير يكون حتى لينا شويه النشا لتحت، وغادي نبدا كنزيد الخليط ديالي ديال دانيت هكذا وكنخلط او ميم طون. وكيف ما قلت غادي نبدا نخوي شويه بشويه ديال الخليط ديال دانيت والكراميل وانا كنخلط. صراحه تيجي بنين بنين بنين. وكيف ما قلت هذه الوصفه زعما كنصحكم انكم تجربوها على هذا الشكل هذا، وغادي نبقى هكذا كنخلط حتى نسالي الخليط ديالي ديال الكراميل ودانيت. دابا غادي نستمر هكذا شويه في التخليط على ما يعقد لينا شويه الخليط، وغادي شويه ندير عليه نار متوسطه وغادي نبدا نستمر في التحريك ديالو هكا. وكيف ما تشوفوا دابا هي لاكريم ديالنا بدات تختار، كيف ما تشوفوا راه تيجي القوام ديالها بحال هكذا وكتجي لذيذه وروعه. وداك دانيت شوكولا تقدروا تعوضوه نتوما بفلون الا بغيتو، اولا حتى بدانيت كراميل كاع الا بغيتو كاع تبدلوا ليها المذاق واحد شويه، ولكن دانيت شوكولا تيجي روعه. دابا غادي نحيدها من على النار كيف ما تشوفوا. دابا طفيت عليها وغادي نزيد معها الشكلاط. الشكلاط كيبقى اختياري، تقدروا تخليوها غير كيف ما دايره هكا، اولا تقدروا تزيدوا الشكلاط كيف ما درت انا، ولكن الصراحه تيجي معها الشكلاط روعه. دابا غادي نبدا نخلط بحال هكذا كيف ما تشوفوا، راه طافيه على النار، وغادي نبقى تنخلط هكذا الشكلاط من والبوطه طافيه. دابا كيف ما كتشوفوا خدينا الكيك ديالنا وخدينا لاكريم ديالنا، دابا غادي نحاول نخوي شي شويه هكذا لاكريم، وغادي نحاول نسرحها مزيان بالسباتول. دابا كيف ما تشوفوا هاني سرحت لاكريم ديالي هكذا، غادي نكمل على هذا الشكل. غادي ناخذ لاكريم اللي بقات على هذا الشكل، وغادي حتى هي نسرحها مزيان بالسباتول على هذا الشكل. ودابا كيف ما كتشوفوها هي من بعد ما سرحت فوق منها
لاصوص شوكولا اولا لا كريم شوكولا. دابا غادي نحطها في الثلاجه حتى تبرد وندوزو للطبقه الثالثه. غادي نحتاجو الطبقه الثالثه ديالنا واحد 140 غرام ديال الشوكولاته، وغادي نحتاجو واحد 70 مليلتر ديال الحليب اللي غادي نسخنو. ودابا غادي ندوزو للطريقه. اول حاجه غادي نبدا بها بطبيعه الحال هي غادي نذوب الشكلاط ديالي. هذه المرحله غادي نذوبو من برا الكاميرا، حيت كنا كنعرفو كيفاش كنذوبو الشكلاط، كنذوبوه نورمالمون في با ماغي. الو غادي نمشي نذوب الشكلاط وغادي نرجع لكم. دابا كيف ما كتشوفوا من بعد ما ذوبت الشكلاط وحطيته في الكاسرونه، خديت كاسرونه صغيره فين كنطيب الحليب، والحليب خاصو يكون غليان مزيان باش نزيدوه على الشوكولا من بعد. دابا كيف ما كتشوفوا من بعد ما غلينا الحليب ديالنا، غادي نزيدوه على الشكلاط شويه بشويه مع التحريك. كنحاولوا نحركوا دغيا على هذا الشكل. هذا غادي نزيد شويه ديال الحليب. الحليب كيف ما قلت خاصو يكون غليان مزيان. هاد الشكل هكا، وغادي دابا نحرك هاد الشيء هكا مزيان. وكيف ما كتشوفوا ها هو الشكل النهائي ديالنا ديال الحلوه ديالنا ديال اليوم. كتجي صراحه بنينه وهشيشه بزاف، وبطبيعه الحال اهم حاجه هي انه عامره شوكولات ولذيذه لذيذه لذيذه بواحد الدرجه ما كتصورش. انا هنايا زوقتها بهاد الفيرميسيل دو شوكولا، وزوقتها هنايا بواحد الطريفه ديال الفخاز. نتوما تقدروا تذوقوها باش ما بغيتوا، التزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. كنتمنى هاد الوصفه تكون عجبتكم. خليو ليا لايك، ديروا تعليق، وديروا ابوني وفعلوا الجرس الا ما كنتوش دايرينها، ودوزوا عندي الانستغرام الا احتاجيتوا اي تساؤل. وباي باي.